مسرح الهوات بمجتمعنا تحت شعار المسرح متجدد تكريما وتقديرا وعرفانا للفنان القدير الاخ والاب الجلالي بوجمعة. أنس وألفة غابرة تقول السيدة الوزيرة بملاقاتكم اليوم في مستغانم حاضرة الفنون والمسارح والملاحم. ها نحن نحمل الود والعزائم نصطفي الركح إلى علياء المكارم ونخرج البوح بلا مزاعم لنغنم البهجة من مسك الغنائم. في طبعته 55 التي تأتي لتؤكد الاستمرارية والثبات والمساعي الحثيثة من قطاعنا الوزاري لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية لتمكين الشباب ودعم المبدعين كونهم اللبنة الأساسية لجزائر الجديدة. سادة الكرام، تضيف السيدة الوزيرة: وإذ نغتنم هذه السانحة السعيدة للاحتفاء بابن المسرح وعرابه الفنان القدير الجلالي بوجمعة. الفنان القدير الجلالي بوجمعة الذي ارتقينا أن تحمل هذه الطبعة اسمه امتنانا لما قدمه لفن الخشبة وعرفانا بمسيرته الفنية الباذخة التي تتجاوز 40 سنة أخلص فيها للركح ممثلا ومخرجا ومغطرا ومدربا وكذا عضوا منظما في طبعات سابقة لهذا المهرجان. وفي الأخير استسمح السيد والي الولاية لأعلن رسميا باسم السيدة وزيرة الثقافة والفنون عن افتتاح الطبعة 55 من المهرجان الثقافي المحلي لمسرح الهوات مع كل التمنيات للفرق المسرحية والمشاركين والمساهمين في هذا الزخم الفني مزيدا من التألق.